بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنواصل في شرح النظم سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد وكنا انتهينا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وارتكمت سحائب الأهوال، وانعجم البليغ في المقال، وعنت الوجوه للقيوم، واقتص من ذي الظلم للمظلوم. هنا هذا كلام حول ما يتعلق بأهوال يوم القيامة وما يتعلق باليوم الآخر. سبق الكلام على قوله: وارتكمت سحائب الأهوال، أي اجتمعت، والأهوال جمع هول، وهو الأمر الشديد، الأمر الشديد الهائل المهين المفضع. وانعجم البليغ، أي سكت فلم يتكلم، كما قال تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، أي مخافتة في الكلام ورفقا في وطئ الأقدام. وقال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فلا أحد يتكلم يومئذ إلا الرسل تقول: اللهم سلم سلم. وعنت الوجوه للقيوم، وقد جاء في الآية في كتاب الله عز وجل: وعنت الوجوه للحي القيوم فلا تسمع إلا همسا. وعنت أي ذلت وخضعت للقيوم، أي لله سبحانه وتعالى. وعنت الوجوه للحي القيوم، القيوم على وزن فعول، لأنه أصله من القيام، وأصل الفعل قام، قام، وأصله قوم فعل، قوام تحركت الواو وكسر ما قبلها فانقلبت ياء فصارت قيام. وإذا أردنا أن نزن منه أو أن نأتي منه بوزن فعول أو فعول فإنه يأتي على وزن قيوم، قيوم، فتدغم الياء في الياء تصير قيوم للمبالغة، وهو القائم بنفسه سبحانه وتعالى وغيره قائم به، فلا شيء يقوم إلا بالله عز وجل. وهذا الاسم من أسمائه تعالى العظيمة التي يندرج تحت الذي يندرج تحته جميع أسماء وصفات الأفعال كما قال العلماء. فهذان الاسمان الحي القيوم، الحي يدخل تحته كل صفات الذات، القيوم يدخل تحته كل صفات الأفعال. وعانت الوجوه للقيوم، واقتص من ذي الظلم للمظلوم، الاقتصاص من الظالم للمظلوم. وهذا أيضا مما يقع يوم القيامة، وإن كان المؤلف أو الناظم رحمه الله قدمه وحقه التأخير، لأن الاقتصاص للظالم من المظلوم إنما يكون قبل دخول الجنة على الجسر، كما قال عليه الصلاة والسلام: توضع قنطرة دون الجنة أو قبلها، فإذا مروا عليها اقتص لكل أحد له أو لغيره عليه شيء. وهذه القنطرة تسمى الجسر، والقنطرة
ويطلق عليها صراط، هي غير الصراط الأول. والفرق بينهما أن الصراط الأول يقذف الكفار في النار دونه ويمر عليه أهل الإيمان والنفاق، وفيه تكون الظلمة وينار لكل أحد بحسب عمله، ومنهم من تخدشه النار فسالم ناج وناج مخدوش ومكدوس في النار، وبعضهم تأكل شيئا منه النار وهكذا. أما الجسر والقنطرة دون الجنة هذه يمر عليها أهل الجنة يدخلون بعدها إلى الجنة، ولكن يكون لبعض على بعض أشياء فيقتص لبعضهم بعضا وفي هذا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. هذا يكون على القنطرة، وهذا لا يكون فيه سقوط في النار، وإنما ينتهي إليه من هو صرف من أهل الجنة. وفي مثل هذا جاءت الأحاديث التي يقول فيها عليه الصلاة والسلام ويأمر فيها بالمبادرة إلى التحلل من غيرك من المظالم، من كانت لأخيه عليه مظلمة فليتحللها اليوم قبل أن لا يكون لدي نار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات نعم. وأما حديث المفلس فهذا لا يرد هنا، وإنما يرد في الصراط أو قبله، لأنه فيه فطرحت عليه ثم طرح في النار. نعم. وإن كان قول الناظم واقتص للظالم من ذي الظلم للمظلوم يشمل الجميع، يشمل الاقتصاص من المظلوم من الظالم للمظلوم، سواء الاقتصاص الذي ينتهي بصاحبه ألا تفي حسناته فيطرح عليه من سيئات غيره ويلقى في النار، ويدخل فيه أيضا الاقتصاص في الجسر والقنطرة دون الجنة، ويدخل فيه الاقتصاص بين البهائم كما قال صلى الله عليه وسلم أنه يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الشاة التي لها قرن فاعتدت على التي لا قرن لها، يصير لتلك البهيمة التي لم يكن لها قرن تصير لها قرون، فتأخذ بحقها من الآخر، ثم يقال لها جميعا كوني ترابا. واقتص من ذي الظلم للمظلوم، فيدخل في هذا هذه الثلاث الاقتصاص بين البهائم، والاقتصاص الذي هو دون الصراط فيلقى بصاحبه في النار إذا تحمل سيئات غيره كما في حديث المفلس، وكذلك يدخل فيه ما يتعلق بالاقتصاص للمظالم في القنطرة دون الجنة. قال الناظم رحمه الله: وساوت الملوك للأجناد، وجيء بالكتاب والأشهاد، وشهد الأعضاء والجوارح، وبدت السوءات والفضائح، وابتليت هنالك السرائر، وانكشف المخفي في الضمائر. هذا أيضا ذكر بعض الأوصاف أو الأحوال أو الحوادث التي تكون يوم القيامة، فيستوي في ذاك اليوم الجميع، الملك والمملوك والتابع والمتبوع
والرئيس والمرؤوس والأمير والمأمور والآمر والمأمور والناهي والمنهي في من دنيا من الناس والرؤساء والكبراء ومتبوعيهم الجميع يستوون للأجناد الرعايا الذين هم تبع لهؤلاء، فالجميع يستوي في الموقف ويحضر الجميع ذاك الموقف الفظيع والكرب الشديد العظيم. ولا وليس لأحد يومئذ مقال كما قال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم. نعم، وقال تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وقال جل وعلا يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. ويقول تبارك وتعالى في الحديث القدسي كما قال عليه الصلاة والسلام يطوي الله تبارك وتعالى أو يقبض الأراضين وبيمينه ويطوي السماوات بيده الأخرى، أو قال يقبض السماوات بيمينه ويطوي الأراضين بيده الأخرى، ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض، أين الجبارون، وينادي لمن الملك اليوم، ثم يجيب نفسه لله الواحد القهار. هذا يعني يكون يومئذ يهلك الجميع ولا يبقى أحد. وجيء بالكتاب والأشهاد، هذا موضع آخر من المواضع يؤتى فيها بالكتاب والأشهاد التي تشهد على الإنسان ماذا يفعل أو ماذا فعل وماذا عمل. قال تبارك وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. نعم، قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ما لهذا الكتاب يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فإذا يجاء ويؤتى بالكتاب وكذلك بالأشهاد، ووضع الكتاب وجاء بالنبيين والشهداء. وقال جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال جل وعلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فكل أمة يشهد عليها نبيها أنه أرسل فيها فتكذبه الأمم، كل أمة تكذب نبيها ورسولها، فيكون نبينا صلى الله عليه وسلم شاهدا عليهم، وهذه الأمة أيضا تكون شاهدة على الأنبياء من قبلها أنهم بلغوا رسالات ربهم سبحانه وتعالى. نعم، قال جل وعلا ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعن من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم. وجيء بالكتاب والأشهاد، الكتاب الذي فيه أعمال كل إنسان والأشهاد الذين يشهدون على الإنسان. والكتاب فيه عمل الإنسان، قال تبارك وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره أي عمله وما كتب من عمله في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهذا الكتاب كل يعطى كتابه أو يقرأ كتابه ما فيه وما فيه من عمله وما قدم وما أتى مما هو له أو مما هو عليه. وأما الأشهاد فالأنبياء والرسل يشهدون على أممهم أنهم بلغوا، وهذه والنبي صلى الله عليه وسلم يشهد على الأمم السابقة أنها
بلغت من أنبيائهم ورسلهم. وهذه الأمة أيضا تشهد على الأمم السابقة كما ذكرنا في هذه الآيات، وكما ثبت أيضا في الصحيح فيما رواه البخاري وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمتي: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فتشهدون أنه بلغ، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، رواه البخاري. وجاء الحديث يعني من طرق، له طرق كثيرة، أو رواه غير واحد من الصحابة الكرام. وكذلك مما يشهد على الإنسان نفسه، يشهد عليه لسانه وأعضاؤه، تشهد عليه يده وعينه وفخذه وقدمه ورجله، تشهد عليه الأرض، تشهد عليه جمادات ارتكب فيها أو عليها أو بها محرمات عياذا بالله تعالى. فكل ذلك يكون من الأشهاد أو مما يشهد على الإنسان. نعم. وشهد الأعضاء والجوارح. قال تبارك وتعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال جل وعلا: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون. وذلكم ظنكم بربكم، ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. والآيات في هذا الباب كثيرة. وقد ذكر عليه الصلاة والسلام أنه تشهد على الإنسان أعضاؤه، تشهد على الإنسان أعضاؤه. ومن ذلك الحديث الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت لواجده، فقيل: يا رسول الله، مما تضحك؟ فأوقال هو: أتعلمون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: من مجادلة العبد ربه يقول: ربي ألم تجرني من الظلم؟ العبد يوم القيامة إذا جاء للحساب يقول لربه: ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: لا أجيز على نفسي لا أجيز شاهدا علي إلا نفسي، أو لا أجيز علي شاهدا من نفسي. فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وبالكرام الكاتبين شهيدا. قال: فيختم على فيه ويقال لأركانه: انطقي. فتنطق بعمله، ثم يخل بينه وبين الكلام فيقول بعدا وسحقا: فعن كنا كنت أناضل. هذا فيه ما يدل على شهادة الأعضاء كما جاء ذلك في الآيات التي سبق ذكرها. وفي هذا أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المراد في قوله: وشهد الأعضاء والجوارح. إذن قال رحمه الله تعالى:
وساوت الملوك للأجناد وجيء بالكتاب والأشهاد وشهد الأعضاء والجوارح وبدت السوءات والفضائح أي ظهرت للناس أو لكل واحد ما كان يخفيه فأعضاؤه تشهد عليه بما فعل وبما كان يعني يرتكب عياذا بالله تعالى. وابتليت هنالك السرائر وانكشف المخفي في الضمائر كما قال تعالى يوم تبلى السرائر، يعني ما كان يسره الإنسان يظهر ويكشف وتختبر هذه السرائر، ويدخل في ذلك كل ما يسره الإنسان في قلبه أو ما كان من العمل فيما بينه وبين الله سرا كالوضوء وكالطهارة وكالغسل وكالصلوات وكالصيام. يوم تبلى السرائر، السرائر ما فيه سر بين العبد وربه، لا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى، فمن كان خائنا في ذلك أو غادرا ظهرت وابتليت واختبرت وظهرت سريرته. قال صلى الله عليه وسلم يرفع لكل غادر لواء، أو عند استه يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، لأنه فعل الغدر سرا فيما بينه وبين الله أو أسر ذلك على الناس، فيظهر ذلك يوم القيامة نعم. قال بعد ذلك ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال، طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين، والويل للأخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يؤتون الكتاب باليمين. قال ونشرت صحائف الأعمال، قال عز وجل وإذا الصحف نشرت تؤخذ باليمين والشمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. قال جل وعلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وذكر جل وعلا أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وفي الآية الأخرى ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وقال جل وعلا وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. وقال جل وعلا في آخر السورة أيضا وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. فهؤلاء يؤتون الكتاب باليمين. قال تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله
فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. وقال جل وعلا في سورة الانشقاق يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا أي الويل ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. وقال جل وعلا هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نعم. إذن فمنهم من يأخذ الكتاب اليمين وآخر تغل يمينه إلى عنقه ويتلوى يمين شماله من وراء ظهره فيأخذ الكتاب بشماله من وراء ظهره عياذا بالله تعالى. نعم. فهذا معنى قوله وطوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين كما جاء في سورة الواقعة والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي يصلى نار جهنم ويصلى الجحيم فتلوى تغل يمينه إلى عنقه وتلوى شماله وراء ظهره فيأخذ بذلك أو يعطى الكتاب. والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ العبد بسوى ما عمل فبين ناج راجح ميزانه ومقرف أو بقه عدوانه. انتقل هنا للكلام على الميزان. الميزان يكون بعد المحاسبة لأن الحساب لتقرير الأعمال والميزان لمعرفة مقدارها ومعرفة وزنها والوزن أي لأعمال العباد بالقسط أي بالعدل فلا ظلم لا ظلم اليوم كما قال تبارك وتعالى كل اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. قال جل وعلا فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقال جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وجاء في وصية لقمان كما ذكر ربنا في كتابه يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وقال جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ العبد بسوى ما عمل أي لا يؤاخذ إلا بما عمل ولا يؤاخذ إلا بماذا إلا بما قدم. نعم.
فبين ناج راجح ميزانه ومقرف أوبقه عدوانه. فهذا بين هذا وبين هذا، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، كما قال ربنا تبارك وتعالى. نعم نعم. فبين ناج راجح ميزانه ومقرف أوبقه عدوانه. ما الذي يوزن؟ ما الذي يوزن في الميزان؟ أولا الميزان عقيدة أهل السنة والجماعة فيه أنه ميزان على الحقيقة، له كفتان وله لسان. أما كونه ميزان فقد جاء في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت على ذلك الأمة. وهذا الكتاب نزل بلسان عربي مبين، فالميزان يحمل على ظاهره، يحمل على ظاهره. ويدل على ذلك كلام الرحمن: فمن ثقلت موازينه، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فإذا فيه وزن. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فهذه الميزان على حقيقته. وله كفتان كما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ماذا توضع الأعمال الصالحة في كفة والأعمال السيئة في كفة، كما في حديث صاحب البطاقة، وكما في حديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. وكذلك له لسان كما جاء في النقل عن السلف، وهو محل اتفاق بينهم. أما ما الذي يوزن، ما الذي يوزن، فجاءت أدلة تدل على أن الأعمال نفسها توزن، كحديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذا يدل على أن الحمد أو أن الكلمات توزن. قال جل وعلا: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ ما بين السماء والأرض. فقوله والحمد لله تملأ الميزان دليل على وزن العمل. وجاء في أحاديث أخرى كذلك في بيان فضل القرآن الكريم، قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو قال كأنهما غيابتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. نعم. وقد ذكر أهل العلم أن المراد هنا هو ثواب القرآن، فذلك يثقل ميزان العبد، فذلك مما يثقل ميزان العبد. فهذا يدل على أن الأعمال ذاتها توزن. وكذلك جاءت أحاديث تدل على أن الصحائف توزن، على أن صحائف الأعمال توزن. وهذا ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، الحديث المشهور بحديث البطاقة، وأن الرجل من هذه الأمة أو يؤتى برجل حتى توضع له في سجلات 99 سجلا في كفة، وتوضع البطاقة في الكفة الأخرى، فترجح البطاقة وتطيش تلك السجلات. هذا دليل على أن الصحيفة نفسها توزن. وجاء ما يدل على أن العامل نفسه يوزن، وذلك كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حق ابن مسعود:
يقول في دقة ساقيه لهما في الميزان أثقل عند الله من جبل أحد. وقال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، قال اقرأوا إن شئتم أو قال اقرأوا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فدلت النصوص على أن العامل يوزن، وأن عمله يوزن، وأن الصحيفة كذلك توزن. ولهذا كان أقوى وأقرب الأقوال أن يقال بأن الجميع يوزن، بل وجاء في بعض الحديث أن الرجل أو أن العامل يوزن هو وصحيفته، يوزن هو وصحيفته كما جاء في بعض ألفاظ الأحاديث. فهذا فيما يتعلق بالأمر الذي يوزن. كذلك مما يذكر في شأن الميزان اختلاف أهل العلم، هل هو ميزان واحد أو هي موازين كثيرة، أو لكل عمل ميزان أو لكل أمة ميزان. فمن العلماء من أخذ اللفظ بمفرده وقال الميزان واحد يوزن للجميع ويوزن فيه الجميع، وذلك ليس على الله بعزيز، والله تعالى قادر على كل شيء. وذهب بعض العلماء إلى تعدد الموازين بتعدد الناس أو بتعدد الأعمال، قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فجاء اللفظ بلفظ الجمع مما يدل على تعدد هذه الموازين. نعم، هذا فيما يتعلق بمسألة الميزان. ثم ذكر الصراط بعد، لعلنا نكتفي بهذا. نذكر في ترتيب هذه الأعمال، إذن بعد الأشراط الصغرى والكبرى تأتي قيام الساعة، وذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم 10 أشراط، ذكر لها 10 أشراط، وهذه الأشراط متوالية كحبات العقد، إذا قتل على العقد توالت في نزولها، أولها طلوع الشمس من مغربها أو خروج الدابة، أيهما كانت أول كانت الأخرى على إثرها. وينتهي الأمر بالصعقة التي تفني جميع من في الأرض، وإنما يبقى في الأرض أهل الشرك. وقبيل ذلك يرسل الله تعالى ريحا لينة لا تمر على أحد في قلبه إيمان إلا دخلت من إنفه فسقط مغشيا عنه ومات ميتة لينة، فيبقى أهل الشرك فعليهم تقام الساعة. فإذا أفني هؤلاء يكون بين الصعقة هذه والصعقة الأخرى 40، يكون بينهما 40، لا ندري 40 شهرا يوما أو شهرا أو سنة. قال أبو هريرة أبيت، يعني لم يحدد، هكذا سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيفنى الناس جميعا، وكل بني آدم يفنى إلا عظم منه هو عجب الذنب، فيرسل الله عز وجل من السماء ماء تنبت الأجساد وتعود كما كانت من هذا العظم، وينفق النفخة الثانية أو الثالثة على قول بعض العلماء، فيكون هناك البعث، فيبعث الناس في قبورهم، ثم ينشرون من القبور إلى الأرض، والأرض التي ثم عند خروجهم في هول عظيم، وكل يميل ويذهب يمنة ويسرى، فيأتي الحشر، يحشرون إلى أرض بيضاء نقية مكفأة لا عوج فيها ولا أمتى، كما قال سبحانه وتعالى: ثم تدن الشمس منهم حتى تكون منه من رؤوسهم قدر ميل. قال بعض الرواة: لا أدري أميل المسافة أو ميل المرود، مرود الكحل. فيكونون في هول عظيم، فيأتي الناس لنوح يطلبون منه الشفاعة لينزل الله تعالى لفصل القضاء، فيعني نوح يرجئ الشفاعة لإبراهيم، وإبراهيم لموسى، وموسى لعيسى، وإبراهيم لنوح، ونوح
آدم لنوح، ونوح لإبراهيم، وإبراهيم لموسى، وموسى لعيسى، وعيسى يرجعها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقوم بها صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في بحث الشفاعة. ثم بعد ذلك يكون الحساب، قبل ذلك اللقاء، وقلنا هو على معنيين: لقاء عام اللي هو تبدو فيه الصحائف صفائح الناس لله رب العالمين، واللقاء الخاص ما بين الله وبين عبده. ثم يأتي الحساب الذي هو على قسمين: الحساب الذي هو العرض، والحساب الذي هو مناقشة الحساب، ومن نوقش الحساب عذب. فبعد الحساب يكون فيه تقرير للأعمال، تقرير للأعمال، ويأتي بعد ذلك شهادة الأعضاء، الكتاب، إعطاء الكتاب، وشهادة الأعضاء، وشهادة الشهداء، ويأتي بعد ذلك الميزان لبيان قدر الأعمال. فالحساب لتقرير الأعمال، والميزان لتقديرها والعلم بمقاديرها. نعم، لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنواصل في شرح النظم سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، وكنا انتهينا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وارتكمت سحائب الأهوال، وانعجم البليغ في المقال، وعنت الوجوه للقيوم، واقتص من ذي الظلم للمظلوم. هنا هذا كلام حول ما يتعلق بأهوال يوم القيامة، وما يتعلق باليوم الآخر. سبق الكلام على قوله: وارتكمت سحائب الأهوال، أي اجتمعت. والأهوال جمع هول، وهو الأمر الشديد، الأمر الشديد الهائل المهيل المفضع. وانعجم البليغ، أي سكت فلم يتكلم، كما قال تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، أي مخافتة في الكلام، ورفقا في وطئ الأقدام. وقال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فلا أحد يتكلم يومئذ إلا الرسل تقول: اللهم سلم سلم. وعنت الوجوه للقيوم، وقد جاء في الآية في كتاب الله عز وجل: وعنت الوجوه للحي القيوم فلا تسمع إلا همسا. وعنت أي ذلت وخضعت للقيوم، أي لله سبحانه وتعالى. وعنت الوجوه للحي القيوم، القيوم على وزن فعول، لأنه أصله من القيام، وأصل الفعل قام، قام، وأصله قوم فعل، قوام تحركت الواو وكسر ما قبلها فانقلبت ياء فصارت قيام. وإذا أردنا أن نزن منه أو أن نأتي منه بوزن فعول أو فعول فإنه يأتي على وزن قيوم، قيوم، فتدغم الياء في الياء تصير قيوم للمبالغ، وهو القائم بنفسه سبحانه وتعالى،
وغيره قائم به، فلا شيء يقوم إلا بالله عز وجل. وهذا الاسم من أسمائه تعالى العظيمة التي يندرج تحت الذي يندرج تحته جميع أسماء وصفات الأفعال كما قال العلماء. فهذان الاسمان الحي القيوم، الحي يدخل تحته كل صفات الذات، القيوم يدخل تحته كل صفات الأفعال. وعانت الوجوه للقيوم واقتص من ذي الظلم للمظلوم. الاقتصاص من الظالم للمظلوم، وهذا أيضا مما يقع يوم القيامة. وإن كان المؤلف أو الناظم رحمه الله قدمه وحقه التأخير، لأن الاقتصاص للظالم من المظلوم إنما يكون قبل دخول الجنة على الجسر، كما قال عليه الصلاة والسلام: توضع قنطرة دون الجنة أو قبلها، فإذا مروا عليها اقتص لكل أحد له أو لغيره عليه شيء. وهذه القنطرة تسمى الجسر، والقنطرة ويطلق عليها صراط، هي غير الصراط الأول. والفرق بينهما أن الصراط الأول يقذف الكفار في النار دونه، ويمر عليه أهل الإيمان والنفاق، وفيه تكون الظلمة وينار لكل أحد بحسب عمله، ومنهم من تخدشه النار فسالم ناج وناج مخدوش ومكدوس في النار، وبعضهم تأكل شيئا منه النار، وهكذا. أما الجسر والقنطرة دون الجنة هذه يمر عليها أهل الجنة، يدخلون بعدها إلى الجنة، ولكن يكون لبعض على بعض أشياء فيقتص لبعضهم بعضا وفي هذا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فليقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. هذا يكون على القنطرة، وهذا لا يكون فيه سقوط في النار، وإنما ينتهي إليه من هو صرف من أهل الجنة. وفي مثل هذا جاءت الأحاديث التي يقول فيها عليه الصلاة والسلام ويأمر فيها بالمبادرة إلى التحلل من غيرك من المظالم: من كانت لأخيه عليه مظلمة فليتحللها اليوم قبل أن لا يكون لدينا ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات، إنما هي الحسنات والسيئات. ونعم. وأما حديث المفلس فهذا لا يرد هنا، وإنما يرد في الصراط أو قبله، لأنه فيه فطرحت عليه ثم طرح في النار. نعم. وإن كان قول الناظم واقتص للظالم من ذي الظلم للمظلوم يشمل الجميع، يشمل الاقتصاص من المظلوم من الظالم للمظلوم، سواء الاقتصاص الذي ينتهي بصاحبه ألا تفي حسناته فيطرح عليه من سيئات غيره ويلقى في النار، ويدخل فيه أيضا الاقتصاص في الجسر والقنطرة دون الجنة، ويدخل فيه الاقتصاص بين البهائم كما قال صلى الله عليه وسلم أنه يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الشاة التي لها قرن فاعتدت على التي لا قرن لها
يصير لتلك البهيمة التي لم يكن لها قرن تصير لها قرون، فتأخذ بحقها من الآخر، ثم يقال لها جميعاً كوني تراباً. واقتص من ذي الظلم للمظلوم، فيدخل في هذا هذه الثلاث، فيدخل في هذا هذه الثلاثة، الاقتصاص بين البهائم، والاقتصاص الذي هو دون الصراط فيلقى بصاحبه في النار إذا تحمل سيئات غيره كما في حديث المفلس، وكذلك يدخل فيه ما يتعلق بالاقتصاص للمظالم في القنطرة دون الجنة. قال الناظم رحمه الله: وساوت الملوك للأجناد، وجيء بالكتاب والأشهاد، وشهد الأعضاء والجوارح، وبدت السوءات والفضائح، وابتليت هنالك السرائر، وانكشف المخفي في الضمائر. هذا أيضا ذكر بعض الأوصاف أو الأحوال أو الحوادث التي تكون يوم القيامة، فيستوي في ذاك اليوم الجميع، الملك والمملوك والتابع والمتبوع والرئيس والمرؤوس والأمير والمأمور والآمر والمأمور والناهي والمنهي في من دنيا من الناس، والرؤساء والكبراء ومتبوعيهم، الجميع يستوون للأجناد الرعايا الذين هم تبع لهؤلاء، فالجميع يستوي في الموقف، ويحضر الجميع ذاك الموقف الفظيع والكرب الشديد العظيم. وليس لأحد يومئذ مقال، كما قال تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. نعم. وقال تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وقال جل وعلا: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ويقول تبارك وتعالى في الحديث القدسي كما قال عليه الصلاة والسلام: يطوي الله تبارك وتعالى أو يقبض الأراضين وبيمينه، ويطوي السماوات بيده الأخرى، أو قال: يقبض السماوات بيمينه ويطوي الأراضين بيده الأخرى، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ وينادي: لمن الملك اليوم؟ ثم يجيب نفسه: لله الواحد القهار. هذا يعني يكون يومئذ يهلك الجميع ولا يبقى أحد. وجيء بالكتاب والأشهاد، هذا موضع آخر من المواضع يؤتى فيها بالكتاب والأشهاد التي تشهد على الإنسان ماذا يفعل أو ماذا فعل وماذا عمل. قال تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. نعم. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ما لهذا الكتاب، ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فإذا يجاء ويؤتى بالكتاب وكذلك بالأشهاد، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. وقال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فكل أمة يشهد عليها نبيها أنه أرسل فيها فتكذبه الأمم، كل أمة تكذب نبيها ورسولها، فيكون نبينا صلى الله عليه وسلم شاهدا عليهم
وهذه الأمة أيضا تكون شاهدة على الأنبياء من قبلها أنهم بلغوا رسالات ربهم سبحانه وتعالى. نعم. قال جل وعلا: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعن من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم وجيء بالكتاب والأشهاد. الكتاب الذي فيه أعمال كل إنسان، والأشهاد الذين يشهدون على الإنسان. والكتاب فيه عمل الإنسان، قال تبارك وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره، أي عمله، وما كتب من عمله في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهذا الكتاب كل يعطى كتابه أو يقرأ كتابه ما فيه وما فيه من عمله وما قدم وما أتى مما هو له أو مما هو عليه. وأما الأشهاد فالأنبياء والرسل يشهدون على أممهم أنهم بلغوا، وهذه والنبي صلى الله عليه وسلم يشهد على الأمم السابقة أنها بلغت من أنبيائهم ورسلهم. وهذه الأمة أيضا تشهد على الأمم السابقة كما ذكرنا في هذه الآيات، وكما ثبت أيضا في الصحيح فيما رواه البخاري وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمتي: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فتشهدون أنه بلغ، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، رواه البخاري. وجاء الحديث يعني من طرق، له طرق كثيرة، أو رواه غير واحد من الصحابة الكرام. وكذلك مما يشهد على الإنسان نفسه، يشهد عليه لسانه وأعضاؤه، تشهد عليه يده وعينه وفخذه وقدمه ورجله، تشهد عليه الأرض، تشهد عليه جمادات ارتكب فيها أو عليها أو بها محرمات عياذا بالله تعالى. فكل ذلك يكون من الأشهاد أو مما يشهد على الإنسان. نعم. وشهد الأعضاء والجوارح، قال تبارك وتعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال جل وعلا: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون. وذلكم ظنكم بربكم، ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. والآيات في هذا الباب كثيرة. وقد ذكر عليه الصلاة والسلام أنه تشهد على الإنسان أعضاؤه، تشهد على الإنسان أعضاؤه. ومن ذلك الحديث الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت لواجده، فقيل: يا رسول الله، مما تضحك؟ فأوقال: هو أتعلمون مما أضحك؟
قلنا الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: من مجادلة العبد ربه يقول ربي ألم تجرني من الظلم. العبد يوم القيامة إذا جاء للحساب يقول لربه: ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: لا أجيز على نفسي شاهدا، لا أجيز شاهدا علي إلا نفسي، أو لا أجيز علي شاهدا من نفسي. فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وبالكرام الكاتبين شهيدا. قال: فيختم على فيه ويقال لأركانه: انطقي. فتنطق بعمله، ثم يخل بينه وبين الكلام فيقول بعدا وسحقا: فعن كنا كنت أناضل. فهذا فيه ما يدل على شهادة العطاء كما جاء ذلك في الآيات التي سبق ذكرها. وفي هذا أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المراد في قوله: وشهد الأعضاء والجوارح. إذن قال رحمه الله تعالى: وساوت الملوك للأجناد وجيء بالكتاب والأشهاد، وشهد الأعضاء والجوارح، وبدت السوءات والفضائح. أي ظهرت للناس أو لكل واحد ما كان يخفيه، فأعضاؤه تشهد عليه بما فعل وبما كان يعني يرتكب عياذا بالله تعالى. وابتليت هنالك السرائر، وانكشف المخفي في الضمائر، كما قال تعالى: يوم تبلى السرائر، يعني ما كان يسر الإنسان يظهر ويكشف وتختبر هذه السرائر. ويدخل في ذلك كل ما يسره الإنسان في قلبه أو ما كان من العمل فيما بينه وبين الله سرا، كالوضوء وكالطهارة وكالغسل وكالصلوات وكالصيام. يوم تبلى السرائر، السرائر ما فيه سر بين العبد وربه، لا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى. فمن كان خائنا في ذلك أو غادرا ظهرت وابتليت واختبرت وظهرت سريرته. قال صلى الله عليه وسلم: يرفع لكل غادر لواء، أو عند استه يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان، لأنه فعل الغدر سرا فيما بينه وبين الله أو أسر ذلك على الناس، فيظهر ذلك يوم القيامة. نعم. قال بعد ذلك: ونشرت صحائف الأعمال، تؤخذ باليمين والشمال، طوبى لمن يأخذ باليمين، كتابه بشرى بحور عين، والويل للآخذ بالشمال، وراء ظهر للجحيم صاري. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يؤتون الكتاب باليمين. قال: ونشرت صحائف الأعمال. قال عز وجل: وإذا الصحف نشرت. تؤخذ باليمين والشمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. قال جل وعلا: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا.
ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وذكر جل وعلا أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وفي الآية الأخرى ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وقال جل وعلا وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين لأصحاب اليمين. وقال جل وعلا في آخر السورة أيضا وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. فهؤلاء يؤتون الكتاب باليمين. قال تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. وقال جل وعلا في سورة الانشقاق يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا أي الويل ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. وقال جل وعلا هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نعم. إذن فمنهم من يأخذ الكتاب باليمين وآخر تغل يمينه إلى عنقه ويتلوى يمين شماله من وراء ظهره فيأخذ الكتاب بشماله من وراء ظهره عياذا بالله تعالى. نعم. فهذا معنى قوله وطوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين كما جاء في سورة الواقعة. والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي يصلى نار جهنم ويصلى الجحيم. فتلوى تغل يمينه إلى عنقه وتلوى شماله وراء ظهره فيأخذ بذلك أو يعطى الكتاب. والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ العبد بسوى ما عمل. فبين ناج راجح ميزانه ومقرف أو بقه عدوانه. انتقل هنا للكلام على الميزان. الميزان يكون بعد المحاسبة لأن الحساب لتقرير الأعمال والميزان لمعرفة مقدارها ومعرفة وزنها. والوزن أي لأعمال العباد
بالقسط أي بالعدل، فلا ظلم، لا ظلم اليوم، كما قال تبارك وتعالى: كل اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال جل وعلا: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وجاء في وصية لقمان كما ذكر ربنا في كتابه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وقال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ العبد بسوى ما عمل، أي لا يؤاخذ إلا بما عمل ولا يؤاخذ إلا بماذا؟ إلا بما قدم. نعم. فبين ناج راجح ميزانه ومقرف أوبقه عدوانه، فهذا بين هذا وبينها، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، كما قال ربنا تبارك وتعالى. نعم نعم. فبين ناج راجح ميزانه ومقرف أوبقه عدوانه، ما الذي يوزن؟ ما الذي يوزن في الميزان؟ أولاً الميزان عقيدة أهل السنة والجماعة فيه أنه ميزان على الحقيقة، له كفتان وله لسان. أما كونه ميزان فقد جاء في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمعت على ذلك الأمة، وهذا الكتاب نزل بلسان عربي مبين، فالميزان يحمل على ظاهره، يحمل على ظاهره. ويدل على ذلك كلام الرحمن: فمن ثقلت موازينه، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فإذا فيه وزن. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فهذه الميزان على حقيقته. وله كفتان كما جاء بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ماذا؟ توضع الأعمال الصالحة في كفة والأعمال السيئة في كفة، كما في حديث صاحب البطاقة، وكما في حديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. وكذلك له لسان كما جاء في النقل عن السلف، وهو محل اتفاق بينهم. أما ما الذي يوزن؟ ما الذي يوزن؟ فجاءت أدلة تدل على أن الأعمال نفسها توزن، كحديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذا يدل على أن الحمد أو أن كلمات توزن. قال جل وعلا: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ ما بين السماء والأرض. فقوله الحمد لله تملأ الميزان دليل على وزن العمل. وجاء في أحاديث أخرى كذلك في بيان فضل القرآن الكريم، قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه
اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو قال كأنهما غيابتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران. نعم. وقد ذكر أهل العلم أن المراد هنا هو ثواب القرآن، فذلك يثقل ميزان العبد، فذلك مما يثقل ميزان العبد، فهذا يدل على أن الأعمال ذاتها توزن. وكذلك جاءت أحاديث تدل على أن الصحائف توزن، على أن صحائف الأعمال توزن، وهذا ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، الحديث المشهور بحديث البطاقة، وأن الرجل من هذه الأمة أو يؤتى برجل حتى توضع له في سجلات 99 سجلا في كفة، وتوضع البطاقة في الكفة الأخرى فترجح البطاقة وتطيش تلك السجلات. هذا دليل على أن الصحيفة نفسها توزن. وجاء ما يدل على أن العامل نفسه يوزن، وذلك كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حق ابن مسعود يقول في دقة ساقيه لهما في الميزان أثقل عند الله من جبل أحد. وقال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، قال اقرأوا إن شئتم أو قال اقرأوا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فدلت النصوص على أن العامل يوزن، وأن عمله يوزن، وأن الصحيفة كذلك توزن. ولهذا كان أقوى وأقرب الأقوال أن يقال بأن الجميع يوزن، بل وجاء في بعض الحديث أن الرجل أو أن العامل يوزن هو وصحيفته، يوزن هو وصحيفته كما جاء في بعض ألفاظ الأحاديث. فهذا فيما يتعلق بالأمر الذي يوزن. كذلك مما يذكر في شأن الميزان اختلاف أهل العلم، هل هو ميزان واحد أو هي موازين كثيرة، أو لكل عمل ميزان أو لكل أمة ميزان. فمن العلماء من أخذ اللفظ بمفرده وقال الميزان واحد يوزن للجميع ويوزن فيه الجميع، وذلك ليس على الله بعزيز، والله تعالى قادر على كل شيء. وذهب بعض العلماء إلى تعدد الموازين بتعدد الناس أو بتعدد الأعمال، قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فجاء اللفظ بلفظ الجمع مما يدل على تعدد هذه الموازين. نعم. هذا فيما يتعلق بمسألة الميزان. ثم ذكر الصراط بعد، لعلنا نكتفي بهذا. نذكر في ترتيب هذه الأعمال، إذن بعد الأشراط الصغرى والكبرى تأتي قيام الساعة، وذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم 10 أشراط، وهذه الأشراط متوالية كحبات العقد، إذا قطع العقد توالت في نزولها، أولها طلوع الشمس من مغربها أو خروج الدابة، أيهما كانت أول كانت الأخرى على إثرها. وينتهي الأمر بالصعقة التي تفني جميع من في الأرض، وإنما يبقى في الأرض أهل الشرك، وقبيل ذلك يرسل الله تعالى ريحا لينة لا تمر على أحد في قلبه إيمان إلا دخلت من إنفه فسقط مغشيا عنه ومات ميتة لينة، فيبقى أهل الشرك فعليهم تقام الساعة. فإذا أفني هؤلاء يكون بين الصعقة هذه والصعقة الأخرى
أربعون، يكون بينهما أربعون، لا ندري أربعون شهراً يوماً أو شهراً أو سنةً. قال أبو هريرة أبيت، يعني لم يحدد، هكذا سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيفنى الناس جميعاً، وكل بني آدم يفنى إلا عظم منه هو عجب الذنب، فيرسل الله عز وجل من السماء ماءً تنبت الأجساد وتعود كما كانت من هذا العظم، وينفق النفخة الثانية أو الثالثة على قول بعض العلماء، فيكون هناك البعث، فيبعث الناس في قبورهم، ثم ينشرون من القبور إلى الأرض، والأرض التي ثم عند خروجهم في هول عظيم، وكل يميل ويذهب يمنة ويسرى، فيأتي الحشر، يحشرون إلى أرض بيضاء نقية مكفأة لا عوج فيها ولا أمتى، كما قال سبحانه وتعالى. ثم تدنو الشمس منهم حتى تكون منه من رؤوسهم قدر ميل. قال بعض الرواة: لا أدري أميل المسافة أو ميل المرود، مرود الكحل. فيكونون في هول عظيم، فيأتي الناس لنوح يطلبون منه الشفاعة لينزل الله تعالى لفصل القضاء، فيعني نوح يرجع الشفاعة لإبراهيم، وإبراهيم لموسى، وموسى لعيسى، وإبراهيم لنوح، ونوح لآدم لنوح، ونوح لإبراهيم، وإبراهيم لموسى، وموسى لعيسى، وعيسى يرجعها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيقوم بها صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في بحث الشفاعة. ثم بعد ذلك يكون الحساب، والحساب قبل ذلك اللقاء، وقلنا هو على معنيين: لقاء عام اللي هو تبدو فيه الصحائف صفائح الناس لله رب العالمين، واللقاء الخاص ما بين الله وبين عبده. ثم يأتي الحساب الذي هو على قسمين: الحساب الذي هو العرض، والحساب الذي هو مناقشة الحساب، ومن نوقش الحساب عذب. فبعد الحساب يكون فيه تقرير للأعمال، تقرير للأعمال، ويأتي بعد ذلك شهادة الأعضاء، الكتاب، إعطاء الكتاب، وشهادة الأعضاء، وشهادة الشهداء، ويأتي بعد ذلك الميزان لبيان قدر الأعمال. فالحساب لتقرير الأعمال، والميزان لتقديرها والعلم بمقاديرها. نعم، لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.